اهلا بكم من جديد. زي ما قلت لحضرتكم قبل الفاصل، في تغييرات قريبا جدا هتحدث داخل اروقه صاحبه الجليله. هذه التغيرات من المفترض ان تطال كل من رؤساء مجالس اداره الصحف وايضا رؤساء التحرير. هنتوقف كتير عليها لان في لجنتين تم تشكيلها، لجنه لوضع معايير خاصه باختيار رؤساء مجالس الاداره، وفي ظل ذلك تم يعني فتح باب الانتخابات اللي هتتم قريبا جدا لاعضاء مجالس الاداره. ففي شويه لخبطه كده، يعني ازاي الاعضاء مجالس الاداره قبل تغيير رؤساء مجالس الاداره؟ الناس مستغربه. طيب ايه بقى موضوع كمان تغيير رؤساء تحرير الصحف واللجنه الخاصه بوضع معايير لتغيير رؤساء اتحاد الصحف؟ خليني ارحب بدكتور محمود عالم الدين، طبعا استاذ الصحافه المعروف بكليه الاعلام وعضو الهيئه الوطنيه للصحافه، وهو رئيس لجنه وضع المعايير الخاصه باختيار رؤساء تحرير الصحف. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الموضوع ده الحقيقه من اول ما اعلن وفي بلبله، الشباب فرحانين قالوا احنا اخيرا هناخد فرصتنا. طبعا ومن يعوق التغيير لسه موجود وبيقول اللهم عايزين يمشونا. وبين هذا وذاك يبقى السؤال، ايه الحقيقه وايه اللي هيحصل؟ الحقيقه المؤكده ان في خطه تطوير متكامله اتحطت بالنسبه للمؤسسه الصحفيه القوميه وبدات عمليه التنفيذ. ده الشيء المؤكد الرئيسي، وفي سبيل ده لابد من استكمال البنية الإدارية والبنية البشرية المتكاملة. عشان كده يوم السبت القادم هيفتح الباب لانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة. هنا حضرتك طرحتي حاجة في البداية، ازاي اشكلها قبل رؤساء مجالس الإدارة؟ ابدا لا، وكمان ده لا هقول لحضرتك ليه، لان إدارة التحرير ما فيهاش رئيس مجلس إدارة من سنة، ويمكن في كمان مؤسسات زيها كتير. لا مش دار التحرير، قصدي حياتك دار الهلال، عفوا دار الهلال. لا يعني هنا طبعا هيتم استكمال كل الاماكن الشاغره في المؤسسه الصحفيه القوميه، لكن احنا يهمنا هنا ايه؟ انه الجمعيات العموميه ومجالس الاداره هي دي يعني العقل الرئيسي للمؤسسات الصحفيه، بمعنى كل ما يتم اتخاذه من قرارات وخطط للتطوير لابد ان تقرب واسطه الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. الجمعيه العموميه بتقر ومجلس الاداره بيتابع التنفيذ ويحاسب ايضا مره اخرى، وبالتالي وجودهم اساسي. من هنا كانت مساله ان انا بفتح الباب للترشيح لهذه الهيئتين، الجمعيه العموميه انت عارفه حياتك انه المؤسسه الصحفيه في ثلاث كيانات لابد من وجودهم، مجلس الإدارة، الجمعية العمومية، ومجلس التحرير. الثلاثة دول هم المسؤولين عن إدارة المنظومة جوه المؤسسة الصحفية، على مستوى المؤسسة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وعلى مستوى الصحيفة مجلس التحرير. مسألة بقى تغييرات رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارة دي قادمة، لكن توقيتها يعني حتى الآن غير محدد. طب امال ايه لجنه وضع المعايير؟ لا، وهي لجنه وضع المعايير دي لجنه يعني بتفكر في اليات جديده لاختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الاداره، لجنتين طبعا مش لجنه واحده، في ظل المتغيرات اللي موجوده في صناعه الصحافه. انت عندك في تطورات تكنولوجيه سريعه ومتلاحقه، وازمات بتلاحق الصحافه، وازمه وجود كبرى بتعانيها الصحافه المطبوعه، عندك تغيرات تكنولوجيه شديده الخطوره في كل الجوانب، واعتقد اخطرها القادم هو الذكاء الاصطناعي ودخوله. نمره ثلاثه انه الصحافه المصريه عندها كم من المشاكل المتراكمه اللي متسببه في يعني ان هي عامله نوع من التقييد لحركتها، فكل ده بيكتسب اهميه انه يبقى فيه مواصفات معينة لرئيس مجلس الإدارة القادم ومواصفات معينة لرئيس التحرير القادم قد لا تكون مثلها مثل اللي كانت في السنوات السابقة. زي إيه كده؟ ما تغششني يا دكتور. لا ده لسه اللجنة. لا بس أكيد حضرتك عندك اقتراحات. لا إيه يعني شايف إن ممكن الاقتراحات دي لو تم وضعها؟ لا ما أنا ما أقدرش أقولها ليه، إنها تتعرض لسه على الهيئة وتقر، لكن ببساطة شديدة جدا يعني هناك ضرورة للتكيف والفهم والاستيعاب لكل المتغيرات التكنولوجية وقدرة على التعامل معها وإدارتها. احنا داخلين في مرحلة ضخمة جدا، البلد كلها والمؤسسة الصحفية التحول الرقمي، وبالتالي ده جزء من المتغيرات.
ننقل لنقطه ثانيه. لا نتوقف عند التحول الرقمي. يعني في بعض المؤسسات الصحفيه عندها يعني سايد لها لكن مش مفعل الموقع بتاعها ومش مهتمين بيه في الوقت. هم نفسهم بيقولوا هو طب هو الموقع بتاعنا إيه؟ مش مهتمين بيه ويقولوا لنا الصحافه الالكترونيه. انا عايز بس ايه اوضح معلومه مش اصلح معلومه. اوضح معلومه. التحول الرقمي هنا مش معناه فقط التواجد الرقمي بس جزء منه على شبكه الانترنت. لا، التحول الرقمي عمليه شامله بتطال كل اجزاء المؤسسه الصحفيه من ناحيه الانتاج، النشر، الطباعه، التواجد، التصميم، اسلوب التحرير، التعامل مع كل المستحدثات، ومن اهمها وجود منصه رقميه. اعلم ان هناك بعض الصحف حتى الان هناك عدم تواجد لها. جاري الان التطوير الشامل لكل المنصات الخاصة بالصحف، ويعني جعلها مناظرة للصحافة العالمية وبعض الصحف العربية الرائدة حتى تعود الصحافة القومية. ازاي تخليها متواجبة مع الصحف العالمية؟ ان والله في اساسيات لانشاء هذه المنصات. ان المنصة تبقى تفاعليه، بتستخدم الوسائط المتعدده، بتستخدم تقنيات جديده زي الحقيقه الافتراضيه، زي الواقع المعزز، بيبقى فيه تحديث مستمر، بيبقى عليها نسخ من الصحيفه بي دي اف او يعني نسخ بتحدث باستمرار. يعني هنا بتختلف، يعني بعض الصحف مثلا لا تضع نسخه الصحيفه مجاني ولكن بتبقى بالاشتراك. بعض الصحف بتضعها وتقدم خدمات إضافية مدفوعة. بعض الصحف بتضعها كلها. يعني هنا مسائل إدارة عملية يعني نشر المحتوى الصحفي الرقمي على المنصات بقت عملية فيها خيارات كثيرة جدا وليس خيار واحد. عشان كده يعني لما جينا مثلا نشتغل في الموديل اللي الناس هتشوفه قريب اللي هو بوابة الأهرام أو منصة الأهرام الإلكترونية. شفنا كل التجارب العالمية واطلعنا عليها وشفنا إيجابياتها وسلبياتها، وتم الوصول بواسطة أبناء الأهرام ومعاونة شركات متخصصة ووزارة الاتصالات إلى موديل جديد ونموذج جديد. أعتقد أنه يشكل شيء مختلف تماما عما سبق، لكن يبقى ملاحظة حضرتك أنه لابد من الإسراع في ذلك. إمتى المفروض؟ في توقيت؟ يعني خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. طيب ليه إجراءات تغيير رؤساء مجالس الإدارة أو رؤساء التحرير في الوقت ده قبل التعديل اللي بيتم في الهيئات؟ لا، بعد التعديل قصدك، بعد التعديل مش قبل التعديل. يعني هنستنى لغاية ما يتم التعديل؟ لا لا لا، يعني ما هو الأول هيعين رؤساء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. أنا كلامي محدد. قول يا فندم. ده المفروض طرح إن هو هيتم التعديلات دي قريبة. التعديلات اللي هم مين؟ يا فندم رؤساء الهيئات. رؤساء الهيئات في تغييرات هتتم وهي مؤجله، فلما يتم هذه التغييرات. بص يا ستي، ايه احنا بنتكلم بجرأة عشان الناس دي تساؤلات. التساؤلات مطروحه. بصي، فكره ان الهيئه تشتغل وهي في قانون جديد. انا عارف حضرتك ان الهيئه بتعمل في اطار قانون قديم، بالظبط كده. القانون الجديد الخاص بيه تنظيم الصحافة والإعلام اللي طلع 2018 كمعدل ل 2016 تضمن في بنود الأولى يستمر عمل الهيئات الثلاث لحين تشكيل الهيئات الثلاث الجديدة، وبالتالي لا مشكلة على الإطلاق، لأن العملية بتبقى بسيطة جدا، إدارية يعني. تسليم وتسلم يعني. طيب. هي لكن في الآخر إيه؟ حتى عندك منظومة صحفية قومية فيها 55 إصدار، في حوالي 24,000 ما بين صحفي وما بين عامل وما بين اداري وما بين فني. هؤلاء كلهم يعني بيشكلوا يعني 90% من القوه الضاربه والبنيه الاساسيه للصحافه المصريه، وحوالي 49% من العنصر البشري التحريري في المؤسسات. طيب. وبالتالي لابد ان تسير الامور، ويعني فكره انه رؤساء تحرير جدد او قدامى ما فيش مشكله فيها يعني. طيب، لكن التغيير هو سنه الحياه. التغيير ستستيقظي يوما وتجدي تغييرات، يعني متى؟ لا، دي ليها حسابات اخرى بقى. طيب، جميل قوي، انا احب الصراحه. طيب، شايف التغيير في المنظومه
هيؤدي الى عودة القارئ مرة اخرى للجريدة؟ هو ليها قارئ نحن بس احنا نفسنا يعني نرجع نفتح الجورنال ونشوف فيه المواد اللي احنا والله بصي انا مش تهمنا ليس يعني هروبا ولكن ما يحدث أزمة كبرى وأزمة عالمية. بمعنى ايه؟ بمعنى اقول لحضرتك انه معظم صحف العالم الان بتعاني من هذا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حضرتك سمعتي انه في جرايد بريطانية شهيرة زي الاندبندنت قفلت خالص وبقت اونلاين، في جرايد فرنسية شهيرة أغلقت أيضا، يعني في أزمة ضخمة جدا بتواجه المطبوع. ليه؟ لأنه يعني الصحافة المطبوعة لما طلع الراديو قالوا هتنتهي ما انتهتش، لما طلع التلفزيون لم تنتهي، لما طلعت الإنترنت من 94 والصحف تواجدت عليها، لكن عام 2004 لما طلعت السوشيال ميديا ومعها إمكانات ضخمة جدا خلت المواطن يتحول لصحفي يكتب ما يريد ويتفاعل، والدنيا اتغيرت وبقت المهمة صعبة قدام الصحف وزادت وفيات الصحف. فهنا هناك عملية صعبة ولابد من فكر ابتكاري صحفي وإعلامي للمواجهة. لكن أعتقد أن الفترة القادمة زي ما بدأت في التلفزيون في خطط تطوير وتغيير شاملة في تلفزيون الدولة وفي التلفزيون الخاص، أعتقد أن أنتوا هتشهدوا الفترة القادمة في الوزارة الصحفية القومية تغييرات شاملة. ودايما التغيير بيبدأ بإيه؟ بالمحتوى. أنا بقدم محتوى مختلف جاذب في قدر من التنوع يرضي كل الاهتمامات، يبقى قادر على المنافسة مع الوافد من الخارج ومع التلفزيون ومع السوشيال ميديا. طب احنا اتعلمنا من حضرتك ان التواصل المباشر مهم جدا مع الناس، صح؟ صح. حضرتك استاذنا، تيجي نسمع راي الناس في طبعًا الصحافه طبعًا. وايه بقى يعني وبالمناسبه واحنا قاعدين دلوقتي الهيئه الوطنيه للصحافه برئاسه الاستاذ كرم جبر بتتواصل مع عدد من كبار الصحفيين للحديث عن خطط التطوير اللي بتعملها الهيئه وبيطرحوا ارائهم حولها في تواصل مباشر. فده كحوار مجتمع يعني؟ لا لا لا، يعني هو حوار متخصص يعني جوه المجتمع الصحفي. امبارح كان في شباب صحفيين واعلاميين، والنهارده والاسبوع القادم هناك لقاء ايضا مع اساتذه، مجموعه من اساتذه الصحافه والاعلام. حاسس ان الموضوع فيه اصطدام شويه؟ لا لا، فيه اصطدام على الاطلاق. يعني برضه من ايام كان في لقاء متميز ضم برضه الهيئه وضم اكثر من نص نقابه الصحفيين برئاسه الاستاذ ضياء رشوان، ودار حوار ديمقراطي رائع ومهني رائع، وتم الاتفاق على مجموعه من الامور وصدر بيان اعلامي بهذا. فاذا الحوار والتواصل المباشر اداه من ادوات التطوير برضه، لانه ايه؟ الراي والراي الاخر والافكار بيحصل نوع من التداعي لها والتفاعل. طيب نشوف راي الناس ونرجع نتابع. يعني بحب المصري اليوم والاخبار، الجرايد الرسمية بصراحة والجمهورية، اليوم السابع بحب أقرأه برضو. التواصل الاجتماعي والنت ما خلاش حد يبص للجرايد أو المجلات، لأن أنت لو عايز تعرف أي حاجة أو أي محتاجة بتخش على النت خلاص على جوجل وتعرف كل حاجة. الجرايد أنسب وسيلة، لا تقولي لي نت ولا فيس ولا كلام فاضي زي دي. بأمانة يعني الجرايد صباحية بقرأ الأخبار وبعد الظهر الأهرام المساء. كنت بقرأ الأهرام أو مصر اليوم، مساعد الوسيط عشان مدورة على وظيفة أو كده، الوسيط يعني. ما بقناش نشتري جرايد عشان دلوقتي بنتصفحها من على النت خلاص. أنا كنت بشتري جرايد على طول بس خلاص أنا بقراها على النت. طبيعي طبعًا الموثوق فيه جريدة الجمهورية طبعًا، الجدير الرسمية بتاع الدولة طبعًا. النت وال بيجيب كل حاجة فوري وفي ثلاث دقايق. كل حاجة أحدث حاجة بتنزل على طول، إصدارات على طول، ومش محتاج جورنال. الجمهورية والأخبار عشان في حاجات كويسة وبنشوف بنشوف الحاجات اللي في البلد. لا بقالي كتير بصراحة على الموبايل بس بفتح المصري اليوم على الموبايل. أنا بعرف من على النت، ما عدتش بشتري جرايد. دورو أهلا بكم من جديد. تعليق حضرتك يعني الناس، بعض الناس لسه بتقرا بس نفسها إن يبقى في تطوير، وبعض الناس راحت لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وإحنا خايفين قوي بقى من الناس اللي بتروح لمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ما فيش شك إن مواقع التواصل الاجتماعي استولت على الناس، لكن اعتقد ان الناس بدات تحس بالخطر القادم من مواقع التواصل الاجتماعي. طيب مش يمكن لان في تفاعل
في نفس يعني احنا لو عملنا ابواب زي مع المسؤول يعني اسئله الناس همومك مشاكلك فضفضتك مش يمكن ده يرجع تاني والله القارئ. بصي لحضرتك بتقوليه صح جدا انه احد مداخل تطوير الصحف في العالم النهارده ان هي تتحول الى الجمهور الى القراء الى الخدمه العامه. يعني اقول لحضرتك على واقعه في بريطانيا تريزا ماي رغم مشاكل البريكسيت والخروج من السوق الاوروبيه حست ان في ازمه في الصحافه البريطانيه فعملت ايه؟ قررت تشكيل لجنه لدراسه الموقف. اللجنه اشتغلت واحده ست اسمها كارين كروس عملت تقرير قالت فيه ان الحفاظ على الصحافه الورقيه امر مهم للديمقراطيه. واحنا غيرهم احنا ليه ماشيين وراهم؟ لا احنا مش ماشيين احنا عندنا القارئ مختلف وبرضو على فكره حته ان احنا نشير شير 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 دي غلط. ما هي بصي خلي بالك يعني احنا مش الدول الغربيه ما عندهاش يبقى احنا زيها. لا احنا مختلفين. دي جلوبال حاجه كونيه ماقدريش تتحكمي فيها وبعد كده جذبت الناس قريه صغيره العالم لا يا ريت ده التكنولوجيا دي خلت العالم مجموعه من الجزر الرقميه المعزوله. طب دي خطر جدا يعني بمعنى ايه؟ It is not a social media يعني خلاص يعني النهارده في العيله مش في العيله احيانا الناس بتتواصل عن طريق السوشيال ميديا. يعني انت ممكن تبقي انت عامله حاجه وتكتشف ان ايه زوجك بيعمل لك لايك ليها او زوجتك وانتوا قاعدين في نفس البيت. فهنا طبعا دي مشكله كبيره. برجع لحياتك ففي بريطانيا التقرير اللي طلع قال حاجه خطيره جدا. قال انا الصحافه الورقيه وجودها مهم جدا. ليه؟ لانها المصدر الرئيسي للاخبار الموثقه والمصدقه والمدققه. وقال حاجه اخطر انه لابد ان نعنى بفكره اللي هي بنسميها بابليك سيرفيس جورناليزم صحافه النفع العام اللي هي الاعلام القومي الاعلام اللي بيهتم بمشاكل الناس اللي زي ما قلت حضرتك بيشوف مشكلته ايه ويروح يحلها ويفتح له الباب لكي يتواصل بشكل مستمر. انا في تصوري ان في ضوء المدار والمخاطر بتاع السوشيال ميديا على الدول والحكومات ان تتنبه للحفاظ على الوسائل القديمه. ليه؟ لان هذه هي الاكثر قدره بحكم مهنيتها اللي تقدم الخبر الصادق والمعلومات الدقيقه اللي هي بتشكل الراي العام اللي هو اساس الاستقرار. لو سيبنا المواطن بالسوشيال ميديا فقط هتبقى في كوارث. عشان كده الدول في العالم دلوقتي بتهتم ان هي تتدخل وتدعم الاعلام. ازاي؟ انه فرنسا هناك دعم للصحف الصغيره والصحف الاقليه. بتطالب بتدخل الدوله لدعم الاعلام. لا انا بطالب ان الدوله تدعم الاعلام. ليه؟ لان في هذا تدعيم لبناء راي عام هو الاعلام قوه ووعي. الاعلام قوه لاي دوله. دقيق. ليه؟ اذا سبت الناس يتم توعيتهم وتثقيفهم بواسطه السوشيال ميديا وانت تعلمي ان السوشيال ميديا من يدخل فيها ليس كله خير وليس كله شر. صحيح. وبالتالي انا بسلم الراي العام وبسلم المواطن الى المجهول. من هنا بتيجي قيمه. وانا هنا باكد ان الدوله في مصر لم تبخل ولن تبخل على الاعلام وتدعمه ورغم ان الاعلام يكلفها دعمه يكلفها الكثير في الوقت اللي الخزانة العامة بتحتاج إلى هذا لدعم رغيف العيش وأشياء أخرى. لكن صناعة الوعي زي بيقول الرئيس دايما مهمة جدا وبالتالي علينا أن نستمر في دعم المؤسسة الصحفية القومية. بل بالعكس ده بلد زي كندا المؤسسات الخاصة الصحفية تقدمت بطلب للدولة بحمايتها وبدعمها لأن الورق كان زاد في فترة. فبالك السويد هناك صندوق لدعم الصحف. فالدولة في العالم هناك دول كثيرة بتدعم الإعلام. لا توجد دولة أوروبية لا تمتلك محطة أو اثنين إذاعيتين وتلفزيونتين تملكها وتدعمها. صحيح. فرنسا أهم ثلاث محطات محطات حكومية يا مونت كارلو وفرنسا 24. حضرتك بدك معايا شايف ان مش بس الصحافه المقروءه لكن كمان الصحافه المرئيه. زي الفرنسيين كلمه صحافه الان
اصبحت تعني شمول كله الشمول زي حضرتك يعني حضرتك بدأتي معنا صحافه في كليه الاعلام والان مذيعه اعلاميه يعني. لا وبعتز انا لان انا صحفيه. طيب دكتور الصحافه هي الاساس طبعا. دكتور محمود في حاجه مهمه جدا، احنا عندنا دلوقتي وزير اعلام الاستاذ اسامه هيكل، هو مش اي وزير اعلام لان هو يعني بيدخل في التفاصيل وهو عارف هو بيعمل ايه. دوره هيكون ايه في التغييرات القادمه؟ بص يا ستي، جانب كبير من مشاكل الصحافه المصريه واصلاح احوالها ومواجهه التحديات يرتبط بمؤسسات الدوله. مثلا هناك مشاكل مع التامينات، هناك مشاكل مع بنوك، هناك ديون للدوله. من يتابع هذا؟ يتابع هذا الاستاذ اسامه هيكل. هناك خطط قوميه للتدريب وتاهيل الاعلاميين ايضا يكون له دور. هناك حاجه للتنسيق بين كل اطراف المنظومه. الاعلام القومي الاذاعي والتلفزيون، الاعلام القومي الصحفي لصناعه الصوره المصريه في الخارج وصناعه الوعي في الداخل. فهنا هناك اشياء كثيره، هناك حاجه لوجود سياسه اعلاميه الكل يشترك فيها والبعض يتابعها، وزير الاعلام يتابع تنفيذها ايضا بالتنسيق مع كل مؤسسات صناعه الوعي والتثقيف في مصر. لا وجوده انا شايف ان هو مهم جدا، واختياره لانه رجل له تجربه وله خبره وهو اعلامي في المجالين يعني له هو صحفي تولى مسؤوليه الاعلام في اصعب فتره في تاريخ مصر وبالتالي ونجح باقتدار، وبالتالي وجوده انا شايف ان هو هيدعم عمل الهيئات الثلاث وليس كما يرى البعض انه سيكون خصما من عملها. طيب دلوقتي لو انا معايا جريده وقع خالص وعايزين نحييها زي ما كده عملنا صوت الجامعه، فاكر عملنا حوار مع الوزراء والمسؤولين، يعني ازاي قدمنا خطه كده ازاي احياء جريده عشان يتم قراءتها مره اخرى؟ شوفي احياء جريده طبعا دي مساله مرتبطه بوجود رؤية لشخص احترافي، لأنه العمل الصحفي عملية الجانب الإبداعي فيها الفيجن الإبداعية أساسية والصنعة مهمة. والإخراج الصحفي لا يعني ما أنا بقول لك عندنا ناس في الإخراج الصحفي لازم الأول يبقى عندي رؤية إبداعية. الجورنال ده هيقدم إيه؟ والمين؟ وإزاي؟ الثلاثة دول محتاجين صنايعي يعملوا. عشان كده الرئيس يوم اللقاء أول لقاء بعد تكليف اسامه هيكل وزاره الاعلام قال ايه؟ الاحتراف الاعلامي. لانه حاسس انه في مشكله في هذا الموضوع، فهي الفكره لابد من رؤى جديده في الاصدارات زي ما حضرتك قلتي، رؤى تتوجه لقراء جدد. احنا عندنا مشكله، شرائح الشباب راحت فين؟ هل بيقروا جرايد؟ شرائح الشباب راحت فين؟ راحت على السوشيال ميديا. هم زعلانين ان الشباب مش هيتم تعيينهم مع الكلام اللي اتقال في الفتره الماضيه، فهم بيقولوا طب يا ترى دكتور محمود هيعمل ايه بقى مع خريج الاعلام؟ طبعا هو يعني بصي لازم نحط الموضوع في سياقه الحقيقي والدقيق. التصريحات التي صدرت جاءت نتيجه لايه؟ ان هناك حاله تكدس في المؤسسات الصحفيه. حضرتك بنت مسبيرو صح؟ طبعا. في تكدس مسبيرو ولا لا؟ فظيع بس طيب. موظفين والله مش متعين. توقف التعيينات ولا لا؟ توقف. لكن بس انا عايز اوضح حته مسبيرو عشان حرام في ناس مظلومين يا لا طبعا لا مسبيرو طبعا المبدعين كاعلامي مقدم برامج معد مخرج عددهم محدود. أنا انما الموظفين بس انا بتكلم على انه في عدد كبير. العدد ده ممكن يعمل 30 قناه مش فعلاً. مش قنوات دي. فاحنا عندنا حالة من الترهل نتيجة أنه اتفتح باب التعيين في فترة بشكل بقى أكثر من حاجة المؤسسات. تمام. بلا شك. والمؤسسات فعلا متوقفة منذ فترة، لكن طبعا مفيش شك أنه الصحافة تحتاج إلى تجديد الدم بلا شك، بغض النظر في خريجين أو مفيش. يعني دي لازم نعترف بيها أنه الصحف التي تتوقف عن تعيين الجدد معناها أنها تكتفي بالدم الموجود في داخلها ولا يتجدد، واللي بيفضل مكانه فتره طويله بيحس ان هو سحب كده فبيقل انتاجه. يعني دايما ايه الواحد بعد فتره مفترض ان هو يشوف اصغر شاب اصغر ويبدا ينقل له خبرته والشاب ده يبدا يطور. لكن يعني ابشرك ان الاسبوع اللي فات
انه سريعا يعني الهيئة الوطنية للصحافة او يطمن الناس. استاذ كرم جبر بعت للمؤسسات الصحفية طلب انهم يقولوا لنا اسماء المتدربين الذين لم يتم تعيينهم وفتراتهم والحاجة اليهم، وايضا اسماء الذين تجاوزوا الستين حتى يمكن الاستفادة منهم بشكل لائق في التدريب يتناسب مع تاريخهم واضافاتهم المهنيه. لانك عارفه طبعا انه الاعلامي لا يخرج للمعاش اكيد، كل ما بيكبر الاعلامي مبدع بيستوي بينضج بيبقى عمله نادره أكيد. لكن برضو لازم نعرف ان احنا عندنا 8 مؤسسات، الثمان مؤسسات دي في حاله اكتظاظ وفي حاله يعني حاله اقتصاديه يعني مش طيبه، وبالتالي العمالة الزائدة هتزيد المسألة. لكن أنا بقول للناس إنه هذا قرار مؤقت، نعم، وإن شاء الله مع التطويرات والتغييرات الصورة هتبقى مختلفة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود، ودعوة للتفاؤل إن شاء الله. التغيير سنة الحياة إن شاء الله، والقادم أفضل دائما، عليكم التفاؤل. لكن طبعا إحنا عندنا حالة من الغموض، مش عارفة ليه بنخاف من التغيير، لكن دايما التغيير بيكون للأفضل والثبات بيكون نوع من الجمود والموت. صحيح. غدا إن شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم، إلى اللقاء.